وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحجبها عن التداول وبيع سلع منتهية الصلاحية. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لكافة الجرائم التموينية. في هذا الإطار شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن حملات أمنية مكبرة أسفرت عن ضبط أكثر من 162 طن دقيق بلدي مدعم. قام مالكو ومسؤول عدد من المخابز البلدية وشركة ومخزن لتجارة السلع الغذائية بشمال سيناء والجيزة والبحيرة وسوهاج والقليوبية بالتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، واستولوا بذلك على الدعم المخصص لها وهو ما يضر بالاقتصاد الوطني. كما تم ضبط 37 طن ونصف دقيق أبيض قام المسؤولون عن مخزنين سياحيين ومخزن لتجارة السلع الغذائية بالجيزة والقاهرة بتجميعها بهدف بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة. واستمرارا للحملات الأمنية للتصدي لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 107 طن أرز أبيض تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف بيعها بالسوق السوداء بكفر الشيخ والدقهلية والفيوم. ونجحت في ضبط 15 طن سكر حر قام مسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بالقليوبية بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك. وضبط أكثر من 17 طن أسمدة زراعية قام مسؤول مخزن بدون ترخيص لتجارة الأسمدة الزراعية بالغربية ومالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بالمنوفية بحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول. كما نجحت في ضبط 20 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها قام اثنين من مالكي محلات لتجارة الأعلاف الحيوانية بالشرقية وسوهاج بحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة. وضبط 10 أطنان أسمنت قام المسؤول عن مستودع لتجارة مواد البناء بالمنوفية بتجميعها بهدف حجبها عن التداول بالأسواق بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول. وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قرابة 28 طن مخللات وملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة حال طرحها للتداول بالأسواق بحوزة مالك معمل ومالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بالمنوفية والبحيرة. كما نجحت في ضبط أكثر من 23 طن لحوم ودواجن ومصنعاتها وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات شنتها الأجهزة الأمنية بالقاهرة والشرقية والجيزة والقليوبية. كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 46 طن تمور غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مسؤول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة التمور بالجيزة، وضبط 18 طن مواد خام لإنتاج المكملات الغذائية غير مطابقة للمواصفات القياسية وذات أثر ضار على الصحة العامة بحوزة مسؤول مخزن بدون ترخيص لتجارة المواد الخام المستخدمة في صناعة المكملات الغذائية.